السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في قناتي على اليوتيوب غانو كويزين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ما تشوفوا الفيديو تاع نهار اليوم، هذه غيبه وهذه مده عندنا بزاف ما حطيناش وصفات، وكامل على بالكم علاش على الوضع اللي صار في اخواننا الفلسطينيين في غزه. نقولوا ربي ينصرهم ان شاء الله، رانا معاهم بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك ولا الانستغرام، ورانا معاهم في الدعاء. وهذه الوصفه عندي بزاف من اللي شاركتها معاكم في الانستغرام وفي الفيسبوك، وكما على بالكم ما حطيتهاش هنا في اليوتيوب، وقلت اليوم نعاود نحطها لكم هكذا على بالي كامل تكونوا في الدار. رانا كان رانا الجمعه اليوم، جبت لكم هذه التحليه اللي عاود حيتها لكم، تحليه قديمه بزاف على بالي كامل تعرفوها. اليوم درتها لكم هكذا بطريقتي، كانوا بزاف ناس داروها في سنه 2019، في رمضان 2019 دارت حاله على بالي بها هذه، وقلت لهم نعاود نديرها لكم. كما راكم تشوفوا تجيب البنان والكراميل، تحليه بارده بنينه سهله مهله، وعلى بالي راح تعجبكم، وكاين بزاف اللي جربوها وعاودوها وبعثوها لي في الانستغرام. وقبل ما نبداو في الوصفه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقكم هكذا كل جديد. الحاجه الاولى رايحين نديروها وهي نخدموا الكراميل، كيما على بالكم لازم نخلوه يبرد. هنا في كاسرونه، الحاجه الاولى الكراميل تاعكم باش ينجح كاسرونه تكون ثقيله، ولا مقله تكون ثقيله. هنا درت كاسرونه تكون ثقيله، اللي تكون عندكم ثقيله معليش تكون قديمه عادي. درت فيها كاس تاع السكر، وندوب السكر تاعي عفوا على نار تكون قليله حتى وين يولي لي كراميل هكذا بهذا اللون، ما تخلوهش يسود بزاف باش ما يعطيكمش ذوق المراره. كي يدوب لكم مليح النار تانيك تكون لازم قليله. جبت مغرف كبيره تاع الزبده اللي كنت رشيتها من الفوق بشويه تاع الملح هكذا، باش الملح لازم يكون حاضر في الكراميل باش يعطينا قول شباب. ونخلط مليح هذيك الزبده مع هذاك الكراميل حتى وين يتمزجوا لنا. لازم تاكدوا مليح باللي هذيك الزبده تمزجت مليح مع الكراميل، خاطر لو كان نضيفوا لها الحليب راح تطلع هذيك الزبده راح تطلع من الفوق. هنا بعد ما يتخلطوا مليح، هنا جبت بنفس الكاس اللي درت به السكر درت كاس تاع الحليب، ودرت فيه مغرف كبيره تاع المايزينا كما راكم تشوفوا بهالطريقه، وحركتها مليح هكذا، دوبت مليح هذيك المايزينا في هذاك الحليب، ونجي نضيفه غير بالعقل هنايا الكراميل تاعنا. بالك هنايا بعدو شويه روحكم كي تكونوا حتضيفوا الكراميل كشما حاجه، ونحركوهم مليح حتى وين يتمزجوا لنا مليح، حتى وين يذوب هذاك الكراميل في هذاك الحليب. واللي ما حبش يدير الحليب مع المايزينا يدير كاس تاع كريمه الطبخ، كاس تاع لا كريم فريش هكذا، اللي ما عندوش الحليب ولا ما يحبش الحليب مع المايزينا يدير كاس تاع لا كريم فريش، ونحركو هكذا حتى وين يذوب لنا مليح ويتمزجوا لنا ويتقال لنا. نخلوه هكذا غير يبدا يغلي، طفوا عليه غير يغلي لكم الغليه الاولى، طفوا عليه كما راكم تشوفوا. بعدها من الافضل انكم تميكسيوه وتحطوه بجي حتى وين يبرد مليح. ما بيت حضرنا الكراميل، نروحو نحضروا الكريمه تاعنا اللي حنديروها تاع اللي تجي فوق البسكوي. درت هنا كاس ونص تاع بودره الشونتيي. بودره الشونتيي انا هاد الايام راني نستخدم اليوم، لا مارك تاع اليوم، كاين ماركات بزاف مليح. انا كنت نستخدم واسمها بلونش ناش، مي بصح ولات محببه في الاخر ما ولاتش تخرج مليحه، واللي عنده ماركه تاع شونتيي تكون مليحه يكتبها لنا في التعليقات هكذا باش نستفادوا كامل. انا نستخدم تاع اليوم. هنا كيما راكم تشوفوا درت كاس ونص تاع بودره الشونتيي، كاس تاع حليب يكون بارد مليح، ودرت معاهم زوج بايض تاع جبن طبيعي واللي هو بتي سويس، هذوك البايض الكبار تاع تاع الياورت الطبيعي ولا الجبن الطبيعي، نديرهم مع الحليب تاعنا ومع هذيك الشونتيي. وهنا جبت باطا تاع دانيت كراميل ماكسي. هنا كيما راكم تشوفوا نضيفها للخليط تاعي هكذا باش نتحصلوا على ذوق الكراميل تانيك في الاخر تاعنا في الكريمه تاعنا. وهذا الكراميل تاع دانيت ما تقهمش، معناتها ماشي هذيك الحلوه اللي تقهم بزاف. ونجي نحركهم مليح بهالطريقه حتى وين تطلع لنا الكريمه تاعنا ويتمزجوا لنا كامل المكونات. شوفوا من الافضل تخلطوهم شويه في الاول، معناتها تخلطوا المكونات السائلين غير هكذا بالراس تاع الباتور باش ما يطيرش عليكم هذيك البودره تاع الشونتي. انا نسيت كامل، رحت خلطتهم ديريكتومون على بها كيما راكم تشوفوا، طارت شويه عليا هذيك البودره تاع الشونتي. نطلعوهم مليح بهالطريقه حتى وين تطلع لنا هاد الكريمه. شوفوا كاين سر في الفلاشونتي، كاين بزاف ناس كاين دي شونتي ملاح باش ما نكذبوش، في زوج دقائق يطلعوا، بصح هي من الافضل تحركوهم حتى وين خمس دقائق سبع دقائق ثمان دقائق حتى وين تشوفوا ولات الكريمه تاعكم اللي سمعتها. ما تسرعوش برك وطلعوا الباتور تاعكم، معناتها خلوهم يتخبطوا مليح. هنا من جهه اخرى باش حنشرب لي بودواغ تاعي، حبيت نبدل الطريقه. كاين اللي كانوا يشربوهم بالحليب، كاين اللي يشربوهم بالقهوه، انا ثاني كنحب بزاف تاع القهوه، اللي يحب يديرها بالقهوه يدير. دوك انتم لي بودواغ تاعكم كيما تحبوا شربوهم، انا جبت هنا باطا دانات كراميل حبيت نكهم بالكراميل وجيت خففتهم بالحليب. شوفوا ما من القهوه ننصحكم ديروهم ثاني بالقهوه، خاطر القهوه ثاني راح تعطي ذوق تاع مراره وتكسر لكم هذيك الحلاوه شويه. مي اللي يحبوا الحلاوه عادي يديروا هذه ولا يديروا الحليب وحده، مي القهوه ثاني هايله. هنا خففته بالحليب كما راكم تشوفوا،
وهذا هو اللي راح نشرب به لي بودوار تاعي. هنا نروح نجيب المول تاعي. شوفوا كي تروحوا تشلو لي بودوار ما تشلوش هذوك لي بودوار اللي مغلفينهم كامل حتى وين ما تبانش الحبه. شوفوا وين لي بودوار اللي تبان الباكي تاع الحبه تاعهم تشوفهم بلي منفخين وكبار. خاطرش كاين واحد الماركه تاع لي بودوار كي تروحوا تشلوهم تلقاوهم مغلفين كامل، وكي توصلوا للدار تلقاوهم هذوك لي بودوار مخضين ما يشربوا يابسين ما خفاف ما والو ما منفخين ما والو، معناتها تلقاوهم هابطين كامل وماشي كامل البنان. من الافضل تشوفوا معناتها تشوفوا من برا الباكاجينغ تاعهم اسكي بين لكم لي بودوار واسك لا لا هكذا باش تتفاداو كامل هذاك الخطا. كما راكم تشوفوا هنايا شربت مليح لي بودوار تاعي وحطيتهم في الطبقه الاولى تاع المول تاعي تاع السجاج، ودرت ثاني في مول واحد اخر تاع صغار هكذا زدت شربتهم من الفوق بشويه هدايا اللي قعد لي، ونجي ندير طبقه تاع الكريمه. هذيك الكريمه تاعي حطيتها في لابوش باش تجيني الخدمه سهله، ونجي نعمر طبقه تكون بزاف معناتها طبقه تكون مليحه كما راكم تشوفوا بهالطريقه. كما قلت لكم تقدروا ديروهم في ليمول صغار، تقدروا ديروهم في مول كبار، دوكا كيما تحبوا نتوما. تقدروا مام ديروهم ديفيرين معناتها تحبوا ديروهم في المناسبات تاعكم يجوكم ضيف، تقسموا لي بودوار لتحت في الطبقه الاولى تاع الكاس ولا تاع الفيرين، ومن بعدك تشمخوهم اكيد ديروا طبقه تاع الكريمه، ومن بعدك البنان والكراميل. انا كيما قلت لكم ثاني درت طبقات ديمو اللي يكونوا صغار دوك نوريهم لكم. وهنا نجو نليسيوهم. في الاول ليسيتهم بهاد لاكوبات، من بعدك ما ساعدتنيش ما عجبتنيش بزاف، كان يجيني فيها المول كان يجيني فيها. بعدك جبت لي سباتول صغار، من الافضل هادو دائما تخلوهم معاكم في الدار، هادو دائما اشرو منهم هكذا خطفوا منهم خاطش تلقاوهم سورتو هادو ما الصغار اللي يدخلوا في البلايص الصغار هكذا، على بالي بلي تحتاجوهم على بي هاد لازم دائما تخطفوا بالحاجه هكذا. باقي لا تيديروا 30000 الوحده ولا 20000 هكذا، اخطفوا غير بالعقل حتى من بعدك تولوا تصيبوهم تلقاوهم كي تفتحوا القجر تلقاوهم. هنا قطعت البنان تاعي بهالطريقه، وهذيك وهذاك المول تاعي حطيته في الفريجيدار ما بيت قطعت البنان تاعي. هنا قطعوا البنان حسب واش يكون متوفر عندكم، 3 حبات بنان، 2 حبات بنان، 4 حبات بنان كيما تحبوا نتوما. هنا حكمت المول تاعي ونجي ندير حبه تاع البنان نستفهم بهالطريقه. سيو من الافضل ديروا حبه قدام حبه هكذا باش تجيكم الخدمه شابه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نديروهم كامل على الطبقه تاع الكريمه تاعنا بهذه الطريقه. وهذه الوصفه على بالي كي بزاف ناس داروها من قبل، قلت لهم نعاود نحييها لكم وتتفكروا شويه ايام زمان تاع رمضان 2019 على بالي بلي درت حاله هذه الوصفه هكذا كيما راكم تشوفوا. نجي ندير شوفوا الكراميل تاعي بعد ما برد تقال لي شويه خليته برد لي مليح، ونجي ندير طبقه مليحه تاع الكراميل من الفوق بهذه الطريقه. انا الكراميل تاعي قعد لي شويه منه كيما قلت لكم درت منهم دي في ديمول تاع الزجاج يكونوا صغار كيما راكم تشوفوا هنايا. قطعت البنان هكذا خاطر ما كفانيش كامل، ودرت طبقه تكون مليحه تاع الكراميل من الفوق. وهكذا نكونوا كملنا التحليه تاعنا. ما تنساوش تخلوها تبرد مليح هكذا في الفريجيدار باش تزيد تشد روحها باش تقدموها بهالطريقه. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه نهار اليوم، وتبعثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام ولا في الفيسبوك، ونقول لكم في وصفات اخرى ان شاء الله. ومع السلامه.